10 أشخاص نجوا من الموت بأعجوبة. ماريو بروسبيري عداء له قدرة تحمل عالية، قضى 9 أيام تائها في صحراء المغرب، حيث كان يشارك في ماراثون الرمال في المغرب، وبسبب عاصفة رملية شديدة فقد طريقه وانتهى به الأمر ضائعا في الصحراء، لكنه نجا عن طريق شرب بوله وتناول الخفافيش التي كانت في مسجد مهجور، وعثر عليه بعد 9 أيام من قبل عائلة بدوية، وقد فقد أكثر من 18 كيلوغراما من وزنه. روي سوليفان تعرض للصاعقة 7 مرات مختلفة، نجا منها جميعها. توفي عام 83 عن عمر يناهز 71 عاما، دون أن يكون لوفاته صلة بالصاعقة. آرون رالستون نجا من حادث سقوط صخرة عليه وفقد ذراعه الأيمن جراء ذلك، لكي يحرر نفسه من تلك الصخرة التي بقي أسيرها لمدة 5 أيام متواصلة. كارلوس رودريكس فقد نصف جمجمته ودماغه في حادث سيارة، وقد نجا من هذا الموت المحقق بأعجوبة، لينال بعد ذلك لقبا طريفا بين أصدقائه هو هالفي أو ذو النصف. روبرت إيفانس نجا من حادث سير ثم حادث قطار في غضون 7 ساعات، وذلك أثناء ركوبه دراجته النارية عشية أحد أيام شهر سبتمبر خلال عام 2008. خلال حادث سيارة أصيبت شانون مالوي بجروح بالغة أدت لفصل رأسها عن جسدها، وظلت رأسها معلقة من الحبل الشوكي فقط. حاول الأطباء إنقاذها بشتى الطرق. ظلت شانون تعاني من مشاكل في الكلام والنظر، لكنها لا تزال على قيد الحياة حتى يومنا هذا. فيسنا فوليفيك نجت من هجوم إرهابي رهيب في يناير عام 72، فقد كانت مضيفة طيران على متن الطائرة DC-9 التي انطلقت من كوبنهاجن إلى بلغراد، وقد زرعت جماعة أستاشي الكرواتية الانفصالية قنبلة في قسم البضائع بالطائرة، وبالفعل انفجرت الطائرة على ارتفاع 33 قدما وتحطمت بين الجبال. لكن العجيب أن المضيفة فيسنا نجت من الحادث، فقد كانت تجلس في ذيل الطائرة. جو سيمبسون كان أول من تسلق قمة جبل سيولا في جبال الأنديزي هو وصديق له، ولكن لسوء الحظ انجرف سيمبسون إلى القاع من على ارتفاع 100 قدم، وانتهى به الأمر في أخدود جليدي وعر ظل فيه 3 أيام حتى استطاع الزحف إلى معسكر قريب. ترومان دونكان كان يعمل مشغلا للقطارات في السكك الحديدية، حيث سقط على الأرض ليجره القطار مسافة 22 مترا، وكاد أن يقطع إلى نصفين، لكنه أصيب إصابات بالغة أدت إلى خسارة ساقيه وحوضه وكليته. نجا من الموت بعد عملية جراحية استغرقت 23 ساعة مستمرة. فرانس سيلاك المعروف عالميا بأكثر إنسان محظوظ في العالم، فقد نجا من تحطم قطار وتحطم حافلة وانفجار طائرة واحتراق سيارة وحادثتان أخريتان بالسيارة، ثم ربح $1,000,000 في اليناصيب. وسيلاك رجل كان القدر الجيد دائما إلى جواره، وبدأت تجاربه مع الموت عندما كان على متن قطار خرج عن مساره فجأة منحدرا في نهر متجمد، واستطاع الهروب بذراع مكسور وخدوش طفيفة. وبعدها بعام واحد سافر على متن طائرة حيث انفجر الباب بعيدا عن قمرة القيادة وانفجرت الطائرة، وأسفر الحادث عن وفاة 19 شخصا، حيث كان سيلاك ليس واحدا منهم، فقد كان محظوظا للهبوط على كومة قش. ومن بعدها حادث سيارة ومن ثم تحطم حافلة، ليأتي أخيرا الفوز باليناصيب.